طيب الخبر القادم عنوانه كده 48 ساعة وتنطلق عاصفة رعدية. احنا في موسم الشتاء لكن التقلبات الجوية ما كناش لسه شفناها قوي، لكن لازم نخلي بالنا لأن غالبا الشتاء هيبتدي بجد وفق التصريحات اللي بتخرج علينا والأخبار الخاصة بالطقس من هيئة الأرصاد الجوية. بيقولوا من يوم الاثنين اللي جاي تحذير خاص من هيئة الأرصاد الجوية زي ما حضراتكم شايفين إن في حالة من حالات عدم الاستقرار في الجو وتستلزم الانتباه، توقعات بعواصف رعدية وسقوط أمطار وغيرها، يعني أخبار كتيرة جدا. خلينا ناخد عليها معلومات أكتر من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار مساء الخير. مساء الخير على حضرتك أستاذة كريمة ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. إحنا كل ما نشوف عاصفة رعدية وكلمة عاصفة المصريين يحولوا الخبر إلى عاصفة التنين، يعني إيه أخبار هذه العاصفة اللي حضراتكم أعلنتوا عنها اللي هتكون موجودة بعد 48 ساعة من دلوقتي؟ طيب خلينا أول نطمن كل السادة المشاهدين إن مفيش أي عواصف، مفيش عواصف تنين جاية، هي حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اللي احنا معتادين عليها دايما في نهاية الخريف أو في فصل الشتاء، اللي هي دايما الحالات الجوية اللي بيبقى معاها أمطار وبتبقى متفاوتة الشدة. يمكن متوقع غدا الأحد تكون الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، فرص الأمطار وإن وجدت هتبقى أمطار ما بين الخفيفة الخفيفة المتوسطة في بعض الأماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر زي حلايب وشلاتين مرسى علم، بعض المناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد، ومش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. الأجواء لطيفة تماما فترة النهار، لكن فترات الليل هي اللي بنحذر منها بشكل كبير لأن فيها برودة بشكل كبير وفيها مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، والصغرى فترة الليل بتوصل ل 13 و14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، خاصة كمان المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، الأماكن اللي هي ظهير صحراوي بشكل كبير تحس بالبرودة أكتر، وخاصة في فترات الليل متأخر فترة الصباح الباكر. مع يوم الاثنين والثلاث هيكون في منخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا، وأيضا منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، هيعملوا على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اللي هيكون فيها زيادة لكميات الأمطار عن الأيام الماضية، يعني كميات الأمطار هتتحول لأمطار متوسطة ممكن تغزر أحيانا على بعض الأماكن، ده يوم الاثنين، على بعض الأماكن من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويمكن الطبيعة الجبلية في المناطق دي ممكن تساعد على تشكل بعض السيول. الأمطار في المناطق الشمالية اللي هي السواحل الشمالية أمطار خفيفة المتوسطة وشمال الوجه البحري، يعني ما فيش الأخبار اللي خوفتنا قوي دي، هو في أمطار بس مش نخاف، مش لدرجة عاصفة زي ما حضرتك قلتي، مش لدرجة العواصف بالظبط، هو بس ضربة التقلبات الجوية هتبقى يوم الثلاث، ضربة التقلبات هتبقى يوم الثلاث، الأمطار هتزيد على السواحل، السواحل دي بالفعل هيكون عليها أمطار متوسطة وممكن تكون رعدية وممكن تغزر في بعض الأماكن اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، لكن الأماكن الداخلية أمطارها هتبقى خفيفة خفيفة المتوسطة، ما فيش أي منها قلق تماما. نخلي بالنا بس لو احنا من سكان المناطق الساحلية وهم معتادين على الأمطار بالشكل ده دايما في الوقت ده من السنة، خاصة إن احنا خلاص بنقترب من فصل الشتاء. عظيم والله، كل دي أخبار سارة جدا، على الأقل هتريح الناس اللي كانت بدأت تقلق وتخاف خلال الفترة اللي جاية. بنشكرك جدا على كل المعلومات دي الدكتورة منار، شكرا جزيلا.